عادل بوهليل، والاسم الثاني رازي الجنزوعي. لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ الشكر لعادل بوهليل والتوبيخ رازي الجنزوعي. علل لك زده، تفضل علل بربي بعد كل زوزة سيم شو نقول لك علل يا سيدي مكر. ايه تفضل. عادل بوهليل قدم في مادة ممتازة، قاعد يقدم، قاعد يعطي في وجه جميل للبرامج الرياضية. بالنسبة تعتبره أفضل برنامج رياضي؟ أفضل ليه؟ معناها من تعتبره منافس جدي لبرنامج سبورتونسنا؟ أكيد مش يكون منافس، فرض وقت وفرض كذا. منافس جدي مش منافس. نحن نتعلم. شوف نحن نتعلم منهم. كمل. وهم كصحبي ولا كنحن اللي ناس اللي في الباتو هذاك قامات في الاعلام او في الميدان الرياضي، نحن نتعلموا منهم، مش منافس اما نتعلموا منهم. كمل. كي نوصلوا معاهم شويه اقل منهم بشويه تسمى حاجه باهيه برشا. بالنسبه لرزي الجنزوعي اللي هو في وقت من الاوقات ووقت الناس ما دفعتش عليه في خلافه مع الجامعه التونسيه لكره القدم، قا مكرم اللقام وصاحبي بكار وراديو ما فهم في الدفاع عليه، الا انه بعتالي ما نعرفش في معناها الوفاق اللي صار بيناتهم، ولا يدخل في المنظومه ولا يبيض في الفشل الوقت يكون ثم فشل. باستدعائه لناس معينه مش يشكروا ويبندروا وكل شيء، ولهذا هذاك علاش انا مبررت لك. لا ولهذا شنو؟ ولهذا معناها الشكر لشكون؟ العدل ولا واضح والتوبيخ رازي الجنزوعي.